وبنرجع نستكمل حلقتنا معاكم. ومعانا في الفقره الثانيه استاذه منى جمعه، اخصائي تاهيل تخاطب. اهلا بيكي معانا. اهلا بسيادتك. ويمكن قبل ما اخش في موضوع الحلقه والفقره، عايزه اسال سؤال، يعني ايه تاهيل تخاطب؟ او يعني انا بجيلك امتى؟ تمام. بستعين بيكي عشان لغه التخاطب، او حاسه ان في مشكله يعني واتفاجئ لك. تمام. في كتير يعني عند اولادنا من مشكلات كده في اللغه او في التخاطب او في الكلام بنقابلها، فمنها مثلا نلاقي الطفل جه سن المفروض يتكلم فيه ونلاقيه ما اتكلمش، يعني الطفل عن سنه، سنه ونص، سنتين ولسه ما قالش ولا كلمه. يعني هقولهم بالاول كده، في ممكن يبقى طفل اتكلم بالفعل بس كلامه غير مفهوم، بيحصل له فيه لطفل عنده لدغات، الر، لدغه الرائيه، لدغه السين، بينطق الكاف ت. في اطفال تانية بنلاقي عندهم التهته. كل ده بيرجع لاخصائي التاهيل التخاطب، بس لازم في الاول بناخد بالنا من شويه حاجات كده قبل ما نقول احنا هنروح للاخصائي التاهيل او هنروح لحد يعالج او في مشكله او مفيش مشكله. لازم في الاول ناخد بالنا ان في فروق فرديه بين الولد وبين البنت. هنلاقي ان البنات اسرع في اللغه شويه من الولاد، فلو ابني اتاخر شويه ما اقلقش قوي. لو عندي ولد وبنت قلت البنت اتكلمت اسرع، مثلا البنت اتكلمت اول كلمه وهي عندها 9 شهور او سنه، قالت اول كلمه، قالت بابا، قالت ماما، لكن ابني لسه لحد دلوقتي ما قالش ولا كلمه، ما قارنش. كمان في فروق فرديه بين الاولاد يعني في فروق فرديه بالعموم بالاطفال. في طفل ممكن يتكلم عن 9 شهور ويخرج اول كلمه، في طفل عند اول سنه يخرج اول كلمه، في طفل عن سنه ونص بيخرج اول كلمه، في طفل في جملته نفسها في طفل بيقول جمله من كلمتين اسرع، وفي عن سن مثلا سنه ونص، في تاني ممكن يقول جمله من كلمتين عن سن سنتين، سنتين ونص. ففي فروق فرديه من طفل للتاني، لكن كلنا اتكلمنا. لكن لو انا حسيت ان التطور بتاعه او لغته مش مظبوطه او لا في تاخر زياده عن اللزوم هنا، لازم هقف. لازم برضو في الاول اخد بالي الطفل ده في مشكلات عنده ولا لا، في ضغوط نفسيه عنده ولا لا. انا في ممكن ساعات الطفل يبقى بيتكلم كويس قوي ومره واحده احس ان كلامه بقاش مظبوط، كلامه حصل له فيه تهته في كلامه، في مش مظبوط، انا حاسه كلامه مش مظبوط. ابص انا عندي هو في طفل جديد في الاسره، امي مثلا في ولاد الطفل جديد في الاسره، فده اثر على لغته. يبقى انا هو ما عندوش مشكله قد ما هو حصل له ضغط شويه. هل انا اول مره انفصل عني وراح الحضانه، فبالتالي الحضانه خليته لسه اول مره ينفصل عني، رجع البيت لقيته لا الفتره دي كلامه برده مش مظبوط، بتهته، في لدغات في كلامه، كلامه مش مظبوط، اصواته مش واضحه. يبقى هنا في ضغط نفسي حصل له، مش ان هو متاخر برده قد ما هو في ضغط نفسي. في طفل اللي هو بيروح المدرسه اول مره برده بعضهم نلاقيه وهو راجع برده كلامه فيه مشكله اثرت عليه، اقصد الضغوط النفسيه اللي بتعرض ليها الطفل. وفي بعض المشكلات الانفعاليه او السلوكيه اللي بتاثر على الطفل، زي مثلا التبول او ان في اضطرابات في الجهاز الهضمي او ان عنده مشكلات مثلا سلوكيه فاثرت على لغته. بشوف ابني عنده ايه من دول الاول، وبعد كده اقول لا انا شايف ان عنده، لو عنده مشكله بحلها، ما فيش مشكله او ان الحاجات دي كلها انا استبعدتها، ابدا لا لغه ابني دلوقتي انا سنه وسنه ونص وما بتكلمش او ما قلتش ولا كلمه. طب ارجع لورا شويه، هو كان بيناغي؟ كان بيخرج اصوات ب ب ت ت ولا ما، ولا الفتره دي ما عداش عليه خالص؟ طيب هو دلوقتي عنده قد ايه؟ سنه قد ايه؟ هل يا ترى كان في الاسره نفسها فيها ضغوط ولا لا؟ في ضغوط مؤثره عليه، في مشاكل بين الاهل نفسها فانعكست على الطفل ولا لا؟ هل الطفل ده يعني افضل ادور ايه اللي مخليه مش بيتكلم لحد دلوقتي معايا؟ لكن لو انا كل ده حاولت ان انا احله، أيوة يعني حاجة. هو انا المفروض ان انا يعني ما انا عارفه انا يعني جبت طفله، بس عمري ما فكرت يعني معلش عشان برضو الناس اللي بتتفرج هم اكيد معظمهم عاملين زيي، او ما جبت طفل خلاص زنقه الماما بابا، ما حسبتلوش انت قلتها امتى ولا انت كلمت امتى، وانا طلقاه على المجتمع يعني. عايز تقول حاجه اقولها، مش يعني ما حدش بيفكر باللطج والعلم ده يعني احنا بنقول في فروق فرديه، في طفل قال عند 9 شهور عن سنه، لكن في معدل لازم فرنج طبيعي. يعني مثلا ابني سنه ونص دلوقتي ما قالش ولا كلمه ولا حتى خرج ولا صوت، لازم هقلق، مش معقوله مش هقلق، سنتين وما اتكلمش لحد دلوقتي ولا كلمه، مش هستنى بعد كده يعني هستنى ايه يتكلم يقول ايه يعني وهو يعني سنه ونص، يعني ايه المنتظر يقول نشط اخبار ولا لا لا لا، هيقول كلمات على الاقل مفرده في اول سنه، هيخرج كلمات مفرده، هيقول بابا، ماما، تيتا، مام، اكل، بيا، عربيه، اشرب، مبو، كلمات بسيطه يعني عند اول سنه بيخرج كل الكلمات اللي هي محيطه. يعني هنلاقي الطفل هنا في دور في الام برضه لازم ما نغفلوش. انا لو انا طول الوقت سايباه لوحده هيتعلم منين؟ إيه؟ هيتكلم ازاي؟ لازم في علاقه، لازم تكون في الاول، اول ما بيتولد من اول يوم يتولد. صدقني ان انا مش فاكره انا علمت الاشياء لابني ازاي؟ يعني انا ما يعني انا بشوف امهات دلوقتي تمام
ولا انا اللي نسيت مع يعني مش عارفه. بس هل انا بشوف امهات اولادهم مثلا عندهم سنه ونص كده فتقول له دي النضاره تمام هو ده دي بالضبط. الورقه مظبوط دي. وبعدين احاول افتكر هو انا عملت كده مع ابني؟ لا ما عملتش كده. والولد ما يعني ربنا كان معاه الحقيقه الحمد لله اتعلم لوحده لان انا هي دي اللي بسميها ما عملتش كده خالص. تمام دي بنسميها الفروع الفرديه. يعني في طفل بيتعلم لوحده في طفل لا محتاج اقول له. بس هو المفروض طبيعي ان يكون في علاقه حميمه مع الطفل من اول يوم بيتولد فيه. هو الاول ما بيتولد هو بيسمع ممكن ما يكونش فاهم انا بقول ايه، لكن وانا بغير له وانا برضعه وانا باكله وانا بلبسه وكل حاجه بقعد اوصف انا بعمل ايه. زي ما قالت دي كوبايه، دي اشرب، دي معلقه، دي اكل، ده بنطلون، ده البس، ده ببت بقلب. تصدقي بقى بفضل اتكلم فيه بحيث اتواصل واتفاعل معاه. يمكن اكون عملت الحاجات دي بس يعني بس وانا بركز كده. مهمه قوي لكل ام تعملها مع ابنها اهو كده طبعا. يعني لازم تبقى مهمه، شيء مهم قوي ان انا اتواصل واتفاعل مع ابني ويبقى في علاقه حميمه بيني وبين الطفل كده. هنلاقي حتى في يعني في اختلاف بين الطفل اللي امه بترعيه طول الوقت وبتاخد بالها منه وبتتكلم معاه وبين الاطفال اللي بيبقوا في مؤسسات او في رعايه وفي رعايه ثانيه. او لو كان في طفل مثلا هنلاقيهم لغتهم متاخره برضو، قدراتهم اقل شويه، هنلاقي ده برضو بيظهر اكتر في الطفل الوحيد في الاسره اللي طول الوقت مدلل وماما واخده بالها منه وبتراعيه ومخليه بالها منه وبتتكلم معاه طول الوقت. هنلاقي بالعكس ذكائه اعلى، تفكيره اعلى، قدراته وتواصله وتفاعله اعلى وافضل. له دعوه الذكاء يعني افرضي مثلا طفل اتاخر في الكلام تمام. فهل ده معناه ان هو يعني في نوع من الغباء او اتكلم بدري فده نوع من الذكاء؟ لا 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 الكلام ملوش علاقه بالذكاء، لكن اقدر اقول ان اللغه بتنمي ذكائي. لكن مش هقول ان مش شرط ان اقول للطفل ده عنده مشكله في الكلام دلوقتي فبالتالي هو هيبقى غبي. لا لا خالص. مش اي طفل عنده مشكله في الكلام هو هيبقى غبي او ان هو هيبقى مش ذكي. او اي طفل اتكلم بدري فاقول بالطبيعي ان هو ذكي عشان اتكلم بدري يعني 9 شهور 8 شهور قال اول كلمه فبالتالي ده ذكي. لا ملهاش علاقه. لكن مهم قوي لما اجي اشوف الطفل ده عنده مشكله ولا لا في الكلام اعمل اختبار ذكاء او اختبار قدرات عشان استبعد القدرات العقليه. هل يا ترى هنا هو بيتاخر في الكلام عشان ذكائه قليل بالفعل؟ دي اغلب الاطفال اللي ذكائهم قليل او اللي قدراتهم العقليه ضعيفه بيكون مصاحب ليها ان هو بيتعلم بما انه هو عنده تاخر عقلي فبالتالي بيتاخر في كل حاجه، بيتاخر في المشي، في التسنين، في الكلام، فبالتالي بيتاخر في كل ده. يبقى هنا ذكائي هنا اثر لكن لو انا ما عنديش اي مشكله في القدرات العقليه وعملت اختبار ذكاء واختبارات لقيت ان الدنيا كويسه عندي لا مش شرط مش بالضروره. ما لهاش دعوه دي ما تقلقش في قدراتي. لا 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 اللغه عمرها ما بتاثر على يعني مش هتخليني ابقى غبي لكن لو انا تواصلت كويس وتعلمت كويس لغه كويسه هتخلي ده ينمي ذكائي، هتساعدني ينمي ذكائي، ينمي تفكيري، ينمي قدراتي، هيساعدني طبعا لاني هتعرف من خلال اللغه على البيئه من حولي، على العادات، على التقاليد، على الثقافه اللي حواليا، على كل حاجه من خلال اللغه. هي من خلال انا من خلال اللغه بتواصل مع اللي حواليا، بفكر مع نفسي، بفكر مع اللي حواليا، بتكلم مع اللي قدامي، بتعلم عادات. طب انا عايز اسالك سؤال يعني مهم بتعاني منه اسر اكيد دلوقتي كتير جدا بس هم مش واخدين بالهم ان دي معاناه. انه الطفل اول ما بيتولد احنا كلنا مصريين واللغه بتاعتنا اللغه العربيه فيجي بشوف الامهات بدل ما تقول الحاجه بمعناها المصري العربي تمام. بتقولها بالانجليزي تمام. تقوليش هم انجليز يعني احنا فاهمه قصدي. فبيحصل انه حاجه من الاثنين، يا الولد بيتاخر في الكلام ما بيبقاش بالزبط. عارف بالزبط. هو لا بيعرف دي ولا دي بالظبط، ولا بيبقى ما بيفهمش الكلام غير تمام. باللي اتعلمه اللي صح. هو بالانجليزي صح. صح. فهماني تمام. او العكس بالفرنساوي تمام. فهل ده مظبوط؟ لا طبعا لا طبعا. هو طبعا المفروض ان انا بعلم لغه ام الاول، اللغه الام اللي موجوده في بلدي الاول تمام. يعني كتير قوي من الاهالي بيجوا لنا عشان الاطفال في مدارس انترناشونال او مدارس امريكان. طب هو دلوقتي ممكن ياخد جلسات التخاطب بالانجليزي؟ طب هو اتعلم العربي الاول؟ هو بيتكلم عربي كويس اصلا؟ هو اصواته خارجه كويس؟ الاصوات بتاعته خارجه كويس؟ كلماته خارجه كويس؟ بيعرف كل حاجه بالعربي كويس لحد ما بالنسبه لسنه؟ لا لازم الاول انمي اللغه بما يتوافق مع سني وبما يتوافق مع لغتي الام الاول. وبعد كده في اختلاف لاراء علماء كتير جدا، في ناس بتقول ممكن بعد ما اللغه الام تبقى كويسه ادخل اللغه الثانيه، وفي ناس بتقول لو ذكائه او قدراته كويسه ممكن ادخل اللغتين مع بعض. بس يعني اراء مختلفه. طب انا اقول لك على حاجه تمام. انا مثلا انا مش ابني انا
لما اتولدت كنت بيكلموني بلغتين، مادر تانج الاثنين، المصري ولغه ثانيه. تمام. مش عشان هما بيعلموها لي ولا علشان في حد في البيت بيتكلم لا بلغة. عشان هي امي ما بتتكلمش غير كده. تمام. فتعلمت الاثنين بارلل. هو ده اللي بنتكلم فيه، في وجهه نظر بتقول ان لو القدرات العقليه كويسه ممكن يكتسب الاثنين، لو قدرات بس بيتشرط ان قدراته تكون كويسه. بس ده ما اخرنيش لا في كلامه ولا حاجه، بقيت عارفه. انا بتكلم بقى ان لو القدرات كويسه، في وجهه نظر بتقول لو قدراته كويسه ممكن يتعلم الاثنين، بس ده ما يشترطش ان انا اقدر اعممه على الكل. يعني مش كل الاطفال قدراتهم عاليه، لا، في قدرات عاليه وفي قدرات متوسطه اللي هي كلنا مثلا، وفي قدرات اقل شويه من المتوسط او من الطبيعي، بس ماشيه ويعني وفي الدراسه شغالين وماشيين ومفيش مشكله بالنسبه لهم. هو الذكاء مش شرط ان كلنا نبقى عباقره. ولا وفي حاجه تانية كمان، انك ما متعلميش الطفل انسست يعني زي الحاله اللي انا بقول لحضرتك عليها. تمام. انا اتعلمت، مش اتعلمت، مش بمزاجي. تمام تمام. فرض عليا وفرض عليا ده. تمام. فكانت حاجه طبيعيه واتعملت بطريقه طبيعيه جدا. تمام. ان انا اتعلمت ان دي بالعربي اسمها كذا وباللغه الثانيه اسمها كذا، بس لكن هنا دلوقتي لا، دي اسمها كذا بالانجليزي. بنخلي لغه واحده، عايزين نخلي لغه واحده. اتكلم دلوقتي اعرف دي اسمها كذا باللغه الانجليزي، لكن اي حاجه ثانيه بالعربي يبقى انا لخبطته. بالظبط. انا لخبطته، انا ما دخلتش الاثنين بنفس المستوى، انا دخلت دي في جزء ودخلت دي في جزء ثاني، عملت له هو لخبطه. لخبطه يعني بيحصل له، لاقيه بدا بعد شويه يبص لي كده هو مش فاهم انت بتقولي ايه، مش عارف يتواصل معاكي لانه مش عارف انت بتقولي ايه، هو عارفها بلغه ثانيه واخدها بطريقه ثانيه، مع ان كلامه كله مثلا عربي بس في بعض الكلمات واخدها لازم تقول كذا لازم تقول كذا. لا طبعا بيلخبط الطفل جدا، فلازم الاول انمي اللغه الام وبكى ادخل لغه ثانيه اللي هي اللغه الام اللي هي اللغه العربيه المصري بتاعتنا، العربي بتاعتنا. العربي تمام. بتاعنا اللي بنتكلمه. تمام. العادي يعني. طيب اقول لك على حاجه ثانيه، دينا بنتكلم يعني، ما هو دي حاجات من ضمن الحاجات، حاجات يعني بتخص، ما انا ام انا كمان. تمام. فبنعدي بنفس المراحل. جيت لما جيت اقدم لابني مثلا في مدرسه. تمام. خلاص. فكانوا عايزين، كان مثلا بابا عايز يدخله المدرسه الالماني. تمام. انا بقى راسي والف سيف، ما يخش المدرسة الألماني يا بنتي، يهديك يرضيك، لا مش هيخش المدرسة الألماني. طب ليه؟ عشان أنا ما بعرفش أتكلم ألماني. مش عشان أذاكر له، لا، علشان لو هو بيتكلم مع حد من أصحابه بقى فاهمة بيتكلم في إيه ولا بيقول إيه، ما بقاش قاعدة كده شوال بطاطس يعني، فاهماني؟ هل ده صح، تفكير صح ولا لا؟ يعني المفروض الانسان لا، لغه وتبقى معاك لغه ثانيه وثالثه، شرط الاسره تبقى بتعرف نفس اللغه اللي انت بتعرف. لا يعني نقدر نقول في برضه اختلاف وجهات نظر كتير، يعني هو مش هفضل لغه عشان اللغه الام هفضل اتعلم لغه واحده بس، لا هو مش شرط. لا انا مش قصدي كده، بس يعني احنا كلنا بنعرف انجليزي وبنعرف فرنساوي. تمام. يعني تمام. دي ده الطبيعي. والله انا شايفه ان سوق العمل دلوقتي محتاج ان احنا يبقى عندنا لغات متعدده، اتعلم اللغه الام كويسه وقدراتي كويسه اتعلم لغه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، طالما ان قدراتي تسمح بكده يعني ايه المانع، طالما ان انا هتبقى يعني هتبقى قدراتي يعني تستغل. غلط ان الام تفكر بالاسلوب ده، يعني وجهه نظري غلط، لكن في بعض الرؤى تانيه ممكن زي حضرتك بتتمنى ان انا ابقى فاهمه ابني ازاي عشان ابقى متواصله معاه وعارفه هو بيعمل ايه. ولما يسالني في حاجه طب اعرف اجاوبه حتى في مذاكرته، مش ما هو مذاكرته مش شرط هبقى انا، لان دلوقتي خلاص بقى ايه، في بقى المدرسين بيعتمدوا عليه وبقى في حاجات تانيه هيعرف يذاكر له، لكن انت حضرتك قلتي ان انا عايزه ابقى فاهمه هو بيقول ايه، بيتكلم مع اصحابه ازاي، هو بيتكلم لغه انا مش فاهماها. بس انا برضو مش همشي وراه في كل حاجه، يعني المفروض ان انا ايه، بحط اسس وقيم في الاول وعادات برسخه فيه وبعد كده بسيبه ينطلق، يعني بعلمه اللغه الثانيه والثالثه ورابعه وسيبه ينطلق. جايه بتعلميني متاخر خالص، خلاص. خلاص. بس طبعا لسه بيسمعونا ولسه اولادهم تحت ايديهم وبتاع، ده مهم طبعًا جدا طبعًا. دي اهم حاجه، لان فعلا انت الطفل وهو صغير بتقدري تغرسي فيه حاجات شخصيه كتيره جدا، وحشه وحلوه على فكره. تمام. شخصيه الطفل في اول خمس سنين انا بنشئ شخصيه، بعمل شخصيه كامله ليه. فيما بعد كل دي حاجات بيكتسبها، لكن شخصيته اساسا بتتاسس في اول خمس سنين، فهو شخصيته كونت خلاص. فيما بعد انا بعلمه يعني بياخد حاجه جديده، بيتعلم خبرات جديده، بسري خبرات عشان كده. طيب التهته، التهته دي بتبقى واقفه. تمام. خلاص. تمام. ودي انا شفتها في مش في اطفال، تصوري في كبار، في كبار. تمام. بس انا ما شفتهمش وهم اطفال. تمام. خلاص. تمام. دي بتبقى ايه؟ هل دي معاهم من الطفوله ولا فجاه حصل لهم كده ولا بتبقى ايه الموقف؟
في جزء منها بيبقى طبيعي وبيحصل في مرحله النمو اللغوي طبيعي، بتظهر من سنه مثلا سنه ونص لثلاث سنين ونص. الطفل ممكن يتهت هنا لان قدراته او ذكائه عالي، تفكيره بيفوق قدرته على اللغه، فيفكر شويه ويرجع يتكلم، فنلاقيه وقف في النص، يفكر ويرجع يتكلم فيقف، تفكيره بيسبق كلامه. ده شيء طبيعي بيمر بالطفل لحد 3 سنين ونص، لكن بعد كده لو استمرت هنا هقول في مشكله. لو استمرت لا، يبقى هنا في مشكله. المفروض ان اللغه خلاص بقت ثريه عند 4 سنين 5 سنين، اللغه اكتملت وبقت ثريه، فبالتالي بقت افكاره حتى لو كانت ثريه، لا هي كمان اللغه عنده بقت ثريه، بقت افضل كمان. يمكن في الاول كان لسه بيتعلم، فلو فكره جت في دماغه هو لسه بيحاول، طب هقولها ازاي عند سنه ونص او 3 سنين، هقولها ازاي؟ فتحتها هنا مقبوله. والمفروض ان احنا بناخد بالنا ان احنا لا ما لفتش نظره ولا اتكلمي معاه بالراحه. لما بتجيني امي في السن ده بقول لها ما تاخديش، يعني ما تلفتيش نظره اتكلمي معاه بالراحه، هو مش محتاج جلسات في الوقت ده اكتر ما هي محتاجه ارشادات ليها هي. لكن فيما بعد، بعد 3 سنين ونص، لو هي فضلت موجوده، وغالبا تهتها عند الكبار بتبقى كانت موجوده في الصغر، او انها كانت موجوده في الصغر وبتروح وبترجع، او انها فضلت موجوده وما راحتش خالص. طب دي معناها ايه بقى؟ طب الحل ايه يعني؟ دي سببها ايه؟ طب لو كبر، ما هي سببها ان انا وهو صغير هي حصلت اوريدي نتيجه ان انا كانت افكاري اسرع من 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 لغتي، من كلامي، من تطوري في اللغه. الام هنا لا اتكلم كويس، لا اتكلم، فضلت تضغط عليه، تضغط عليه، لا اتكلم كويس، لا حاول تتكلم افضل، طريقتك مش حلوه، اتكلم كويس انا مش، وتفضل تسخر منه، تستهزئ بيه قدام اصحابه قدام قرايبه. بدا هو يبعد، ما بداش يتعلم حتى ان هو، لا هو دلوقتي في السن ده اصغر من ان هو حتى يحاول يحل المشكله. ملوش دي ملوش دعوه بالمخ. لا هي ليها دعوه حاجه يعني، زي مثلا انت بتقولي لي سابق تفكير وسابق كلام، زي بالظبط بالظبط الديجا فيو، اللي هو الحاجه اللي انت بتبقي بتقولي ايه ده، انا الحاجه دي حصلت لي قبل كده. فالناس كتير قوي تقول لك اصل دي حاجه حصلت قبل كده في حياتك الاولانيه وبتشوفيها، which is not true، ده مش حقيقه، لانه علميا ده نوع من انواع الصرع. اتصوري معلوم يعني لو ما تعرفيش بقى. يعني ايه يعني ال مش صرع اللي هو بالتشنج؟ لا انك انت عينك المخ بيسبق العين، اشاره العين، فكانك كانك شفتي الحاجه دي من زمان، لكن هي في الثانيه نفسها حصل خلل في ترجمه الصوره مع الذهن. هو ده اللي بيحصل فعلا. هو ده تمام، ان في خلل بسيط بيحصل في بعض وجهات النظر اللي عملوا دراسات على المخ، وقالوا لا ان في خلل في بعض كيمياء المخ كده هي اللي بتؤدي للستاترينج، وهو صغير الخلل ده ساعات بيتعالج من لوحده وخلاص بيروح. تمام. اما لو استمر فمعناه ان الخلل ده لا لسه فضل موجود مع الضغط النفسي برده بره، ومع ان فضلت الام لا بتضغط عليه ولفتت نظره، وهو في الوقت الحالي ما عندوش استعداد ولا قدره ان هو يصلح اللغه، هو اصلا لسه بينمي اللغه، لسه بتتطور عنده، لسه بينميها، لسه ما اكتملتش. تمام. فهي بتحاول تضغط عليه عشان يتكلم افضل، ما هو لسه ما اتعلمش يتكلم افضل، هو لسه بيتعلم. لا فهي استمرت معي، فبنلاقيها زي ما قلنا بتظهر بقى معي فترات، لانه بتظهر فترات وتختفي نتيجه ايه؟ في بعض الحالات تلاقيها ايه، هو بيتكلم كويس بس مع الضغط النفسي في وقت الامتحانات، وقت يكون مثلا في انترفيو، في هيقول قي محاضره، في هو مثلا موجود مع اصحابه في وقت في وسط مجموعه من الناس في حفله، تلاقيه يحصل له التهتها، او ان هو يبطئ في كلامه، او يحصل له وقفات زي ما احنا قلنا في كلامه، نتيجه ان هو خوف اجتماعي. في بعضها بيبقى خوف اجتماعي، انا خايف اتكلم قدام الناس، لا بس نتيجة خبر بالظبط، نتيجة ان في خبرة سيئة، انا اتكلمت قبل كده هم سخروا مني، ضحكوا مني، وانا صغير حتى اقرب الناس ليا بداوا يعملوا، ما شجعونيش. يعني عشان كده بقول الام لازم في السن وهو صغير وحصل ده، عدي المرحلة دي بامان، من غير ما تسخري، من غير ما تتكلمي قدام حد، من غير ما تلفتي نظره حتى هو ان هو عنده مشكلة. يعني حتى احنا لما بنيجي نعالج حالات الستاترنج بنقول ان فيه اكتر من مرحلة، اول مرحلة ان احنا بنقول ان الطفل عنده مشكلة هو مش واخد باله، مش عامله له اي مشكلة. المرحله الثانيه هي عنده مشكله وهو عارف ان هو عنده مشكله بس برده مش واخد باله. المرحله الثالثه ليه؟ لا هو عنده المشكله وواخد باله منها ومسبب له مشكله، يعني هو عارف ان عنده مشكله وبرده مسبب له مشكله. هنا بتبقى حاله صعبه قوي، بتبقى هنا الحاله اصعب، لان لو انا اتعاملت ان انا ان انت مش هتتقبليني، انا جوايا فكره ان انت مش هتتقبليني، فانا اصلا مش هتكلم، انا هحكي مع الكلام وهبعد. يمكن المستوى الاول والثاني ان انا عندي مشكله ومش فارقه معايا، فانت انا هتكلم سواء تقبلتيني او ما تقبلتيش، انا هتكلم. صحيح. فبالتالي انا بتكلم، فحتى معدل ان هو يخطا في كلامه او يحصل له وقفات، او ان هو يبطئ في معدل كلامه مثلا، او يتهته، بتبقى اقل من اللي هو لا المشكله زادت عنده بالفعل واستمرت لحد ما وصل معاه ان هو كبر بيها يعني. استاذه منى بنشكرك جدا على المعلومات الجميله اللي اديتيها لنا النهارده عن طبعا تاهيل الطفل للكلام والمحادثه المظبوطه او في السن المظبوط. بنشكرك استاذه منى، وايضا بنشكر جمهورنا اللي تابع حلقتنا النهارده. يا رب الحلقه تكون افادتكم، وانتظرونا غدا وفي نفس الميعاد ولايف كلينيك. بشكركم، باي باي.